هنا بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، الملاذ الأخير لمئات آلاف النازحين المهجرين قسراً، يقترف الاحتلال الصهيوني مجازر تلو الأخرى في حق المدنيين الفلسطينيين، جل ضحاياها أطفال ونساء. أكثر من 25 شهيداً منذ ليلة الجمعة إلى السبت، حصيلة القصف الصهيوني على ثلاثة منازل مكتظة بالنازحين في وسط وشمال رفح، فيما ظل العشرات في عداد المفقودين. كنا قاعدين في المشروع في حي الأمن عند الهلال، وطلبوا منا نطلع من دورنا نتوجه على رفح، احنا رفح منطقة آمنة، ورحنا جينا نزحنا على رفح، قاعدين في دار أختي يعني، وبأمان الله نايمين أطفال يعني، هي زي ما أنت شايف أختي وأولادها أربع أطفال، وأختي الثانية كمان لها اثنين مفقودين، ومرت أبوي كمان استشهدت، ونقول الحمد لله وحسبنا بالله على كل اللي صار يعني، في الشعب تبهدلنا كثير. صباح السبت استهدف طيران الاحتلال بشكل مباشر سيارة مدنية بحي تل السلطان شمال غربي مدينة رفح، ما أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين بعين المكان. رغم الظروف المأساوية التي يعيشونها في رفح، يفضل المقيمون هنا الاستشهاد بأرض غزة على التهجير إلى أي منطقة أخرى. وهي نتنياهو وحكومته، حكومة الحرب بتهدد باجتياح رفح، وإحنا وين بدنا نروح؟ لكن لو قالوا لنا ها على وحاول يضغط علينا الهجرة إلى مصر، لن نذهب إلى مصر، سنعود أضراجنا إلى غزة ونموت في غزة أو في أي مكان على أرض غزة، ولن نهاجر إلى مصر أو أي مكان آخر. بالاغتيالات أو بالتجويع والترويع، يحاول الاحتلال إرغام أكثر من 1.5 مليون فلسطيني على مغادرة رفح، مساعي تصطدم بمقاومة شديدة من الفلسطينيين المتمسكين بأرضهم، وإن كلفهم ذلك أرواحهم.